على تدربة الأهلي اللي بدأت من دقائق مع زميلنا كريم أحمد، ونطمن على استعدادات النادي الأهلي وجاهزية لاعبته وجهازه الفني لمواجهة الإسماعيلي المنتظر. تبقى مواجهة من أهم مواجهات الكرة في مصر طبعا، الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء اللي جاي. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولضيفك الكريم الناقد الرياضي بلال محسن وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. طيب خلينا اتفق كريم انه عيون جماهير النادي الاهلي مش بس على مباراه الاسماعيلي، لكن على اربع الماتشات اللي جايين، سواء الاسماعيلي، زد، الاتحاد، البلديه، لاكثر من سبب. واحد، انك تستعيد مكانك الطبيعي جدا في جدول الترتيب، المكان اللي بيسعى ليه النادي الاهلي هو صداره المجموعه. النقطه الثانيه هي الاطمئنان على مستوى النادي الاهلي قبل مواجهه الترجي في بطوله او في نهائي بطوله دوري الابطال. بالتاكيد في اهتمام خاص شويه بمباراه الاسماعيلي، بما انها كمان بتكسب يعني بتكتسب اهميه من كونها مباراه من المباريات الجماهيريه بالنسبه لجماهير الكره في مصر. اطمن منك على الاول قائمه النادي الاهلي، هل في مستبعدين من التمرين النهارده؟ هل قرر مستر كولر انه يريح بعض اللاعبين؟ امبارح كان قرار راح للفريق كله، النهارده مين بيشارك في التمرين؟ وازاي حضر كولر لتمرينه النهارده على وجه التحديد؟ بالتاكيد زميلي احمد، طبعا هي مرحله دقيقه جدا فيها تلاحم كبير للمباريات، ويمكن زي ما قلنا قبل كده يعني الوعي الكبير اللي فيه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني الفصل بين البطولات، وده امر مهم جدا ورهان الكبير كالعاده على لاعبي النادي الاهلي ان انت تطلع بالرغبه الكبيره بالمعنويات المرتفعه من البطوله الافريقيه، يكون عندك الاصرار الكبير والرغبه المعتاده في مباراه بطوله الدوري العام. مرحله تجميع نقاط مهمه جدا، مرحله فيها تلاحم من المباريات زي ما قلنا، هنلعب يوم 1، يوم 4، يوم 7، يوم 11، المباريات كلها مباريات ثقيله جدا على المستوى الفني وعلى المستوى البدني. لكن الحمد لله الحقيقه زميلي احمد، الشيء المطمئن جدا لينا ولكل جمهور النادي الاهلي ان السكواد للنادي الاهلي في هذه المرحله يعني نقدر نقول خلاص ما عندناش اي نوع من انواع الاصابات، ودي بشره مهمه جدا. النهارده الحقيقه عايز ابدا معاك بتواجد ياسر ابراهيم في التدريب الجماعي، ودي نقطه ايجابيه كبيره جدا. النهارده ياسر ابراهيم بيشارك في التدريبات الجماعيه، ويمكن من قبله قلنا قبل كده على امام عاشور وعلى ديانجو مروان، بناكد على جاهزيه ديانجو مروان، النهارده بيشاركوا في التدريبات الجماعيه جرعه تدريبيه كامله، ان شاء الله باذن الله يكون ليهم ظهور في قائمه المباراه او في التشكيل الاساسي. ده كان امر مهم جدا لان انت داخل على مباريات فيها يمكن قوه وفيها عنف، فيها اصرار كبير زي ما بنقول لعيب النادي الاهلي مين هيكون متواجد، ده امر متروك للجهاز الفني، لكن الجهاز الفني مجبر على الروتيشن ومجبر على التدوير لان التلاحم كبير جدا في فتره قليله، وعينك كمان على مباراه النهائي شوط اول زي ما بنقول في تونس ثم شوط ثاني في القاهره، فهي مرحله مهمه جدا محتاجه تحضير من مستر كولر، محتاجه رغبه كبيره جدا جدا من لعيب النادي الاهلي، كل يكون محافظ على نفسه بشكل كبير زي ما قلنا النهارده كان التدريب الاول بعد الراحه اللي كانت امس بالنسبه لفريق النادي الاهلي، بدات كالعاده من مستر كولر بمحاضره، الراجل اتكلم على اهميه المرحله، اهميه تجميع النقاط بشكل كبير جدا في المرحله القادمه، كل مباراه هي مباراه كؤوس بالنسبه لنا، عايزين نحافظ على بعض. الراجل كنا سامعينه شويه يمكن بنبقى متواجدين في ملعب مختار التتش مع القاء المحاضره، محاضره بتكون تحفيزيه مهمه جدا لمستر كولر بعد كل مباراه مع الاداء المميز والنتيجه الكبيره الحقيقه في مباراه مازيمبي. لكن باكد لك الامور طيبه جدا بالنسبه لعوده المصابين زي ما انت قلت زميلي احمد، يعني هي مرحله مهمه محتاج ان انت تجدد رغبتك بشكل كبير، تحافظ على مستواك، تسع جمهور النادي الاهلي اللي الحقيقه كان ليه دور كبير جدا في المباراه الماضيه. مباراه بطوله الدوري العام هي مباراه صعبه فيها تلاحم، لكن ان شاء الله باذن الله رهاننا كبير جدا وثقتنا كبيره جدا مع كل اللاعبين ومع الجهاز الفني. الامر المهم اللي بناكد عليه في كل مره عوده المصابين، ده امر مهم طبعا في مرحله كل محتاجه، النادي الاهلي محتاج كل لعيب في خلال هذه المرحله، قامات كبيره جدا يعني اسماء كنا بنقولها في التقارير وبنقولها بنعديها خمس وست سبع لاعبين، لكن الحقيقه كل لعيب فيهم ذو قيمه كبيره جدا، اي لعيب يكون متواجد ده امر اضافه سواء على دكه البدلاء بروحه بحماسه بكلامه بمحاضراته وعلى راسهم الحقيقه للشناوي. ان شاء الله باذن الله التدريبات تكون مع فريق النادي الاهلي حتى مباراه الاسماعيلي فيها هدوء، احنا عارفين يمكن هيكون التدريب غدا هو التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، مستر كولر حدد ميعاد تدريب 4 عصرا على ان يتجه لاعبي النادي الاهلي مباشره الى الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراه الاسماعيلي في استاد برج العرب. ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه من جديد في بطوله الدوري العام لكل لاعبي النادي الاهلي. الموقف بالنسبه لوسام ابو علي، انا عرفت طبعا او معلوماتي في قصه وسام انه عنده كدمه بسيطه في الكتف، هل عندك معلومات هل ده ممكن يمنع مشاركته او يفضل الجهاز الفني اراحته من مباراه، او الجهاز الطبي كمان على وجه التحديد اراحته من ماتش الاسماعيلي، ولا وسام جاهز وممكن يشارك طبقا لوجهه نظر مستر مارسيل كولر الفنيه؟
الحقيقه زميلي احمد، الفصل بالنسبه لنا في هذا الامر ان احنا نشوف اللاعب على المستطيل الاخضر في ملعب مختار التتش. يعني النهارده باكد لك وسام ابو علي بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل كامل، النهارده بيشارك في السبرنتات وفي الترنات وفي الحاجات البدني اللي ممكن تكون شويه يعني لو عنده اصابه او حاجه الجهاز الفني او الجهاز الطبي بيستبعده. لا وسام الحقيقه بتضحيته الكبيره وبفدائيته الكبيره جدا اللي احنا شفناها خلال الفتره الماضيه وتحديدا المباراه الاخيره. وسام متواجد ان شاء الله بمشيئه الله مع منعم. منعم يمكن زي ما قلنا عنده كدمه قويه خلال المباراه الاخيره. منعم ايضا كمان النهارده بيشارك في التدريب الجماعي. زي ما بقول لك البشره السعيده ان الكل جاهز، وده امر مهم. احنا بنطلع نتكلم على جاهزيه كل اللاعبين، بناكد على الكل، بناكد على وسام، بناكد على الشحات، على منعم، على مروان، على ديانج، على ياسر ابراهيم، على الشناوي. امر بيكون يعني ببهجه كبيره جدا على كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله وسام يكون اضافه كعادته في مباراه الاسماعيلي، واي حد يكون متواجد. الجاهزيه لكل اللعيبه، الامر متروك للجهاز الفني، الكل بيقاتل ان هو يكون ليه فرصه في المباريات. لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا كالعاده تكون محافظه على نفسها في خلال التدريبات، لان الاستفاده والاستعانه بكل لعيب امر مهم جدا خلال المرحله القادمه. كريم، انا عارف انك قريب من اللعيبه وبتتكلم معاهم يمكن قبل التمرين وبعد التمرين. قصه الماسك بتاع حسين الشحات ايه اخبارها؟ شفناه طبعا على الدكه في ماتش مازيمبي لكن من غير ماسك، لكن هل لما هيلعب او هيشارك في الماتشات هيبقى مرتدي الماسك بتاعه؟ وده مستمر او الجهاز الطبي حدد له مده ارتداء الماسك دي تقريبا قد ايه؟ يعني هو طبعا حسين بيشارك في تدريبات بالماسك، بيقلعه طبعا في فترات بسيطه لان هو يعني برده بيبقى في صعوبه شويه على الرؤيه، لكن هي فتره من الجهاز الطبي. الجهاز الطبي بيحاول ان هو يعني يحافظ على اللعيب بشكل كبير في التدخلات في الالتحامات، لكن المباراه بتكون اصعب بتكون مختلفه، محدش هيحافظ عليك بشكل كبير زي زميلك في التدريب. لكن حسين يعني هيفضل مرتدي هذا الماسك، مش هنقدر نقول فتره زمنيه طويله، لكن يعني ان شاء الله باذن الله بعد مباراه الاسماعيلي ممكن يكون في فحص طبي ليه. لكن مباراه الاسماعيلي حسين لو متواجد هيرتدي القناع الطبي اللي متواجد بيه، لان زي ما بنقول هي في منطقه حساسه شويه محتاجه ان انت تحافظ عليها. اكرم يمكن كان نفس الامر بالنسبه له، كان مرتدي الماسك، لكن اكرم ما قدرش يعني ان هو يرتدي الماسك فتره طويله. لكن ان شاء الله باذن الله تكون الامور طيبه، يكون في فحص طبي لحسين غدا، ممكن نشوف حسين من غير الماسك، لكن هي مرحله حفاظ فقط لغير زميلي احمد. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد ديكا من داخل طبعا النادي الاهلي في الجزيره.